مساء الخير. أعمال القمة بدأت منذ حوالي ساعة ونصف بكلمة لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر. جلسات القمة مغلقة، ثم تلتقط الصورة التذكارية التي تسمى الصورة العائلية لقادة القمة. وبعد ظهر اليوم سيعقد ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج. رئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يعقد لقاء ثنائيا واحدا مع رئيس وزراء الهند، ثم مؤتمرا صحفيا في 6 مساء اليوم بتوقيت تورونتو، ويغادر عائدا إلى واشنطن في 8 مساء اليوم. الخلاف ونقاط الخلاف الرئيسية لا يتوقع أكثر المتفائلين أن يتم الاتفاق عليها، وهي فرض الضرائب على البنوك، خروج الحكومات من الأسواق، القواعد المنظمة للأسواق. نحن نشاهد التظاهرات محمد، يبدو أن حجمها يتصاعد. أخبرنا كيف هي الأجواء هناك وكيف يتم التعامل معها من قبل السلطات الكندية؟ التظاهرات كانت عنيفة جدا، وشارك فيها الآلاف، وتم فيها تدمير عدد من ممتلكات الأشخاص والسيارات، ليس فقط سيارات الشرطة. ومن المتوقع أن تكون هناك تظاهرات اليوم، وبدأت بالفعل ولكنها لم تصل إلى درجة العنف التي وصلت إليها أمس. ومعي المفتش ريك أمري من شرطة الخيالة الملكية الكندية، أو رويال كنديان ماونتد بوليس. سيد أمري، أهلا بك، نريد أن نعرف ما هي مسؤوليتكم كشرطة في هذا الأمر الأمني. نحن الشرطة الوطنية هنا في كندا مسؤولون عن القمة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية وحماية الأفراد المهمين ورؤساء الوفود، ونتشارك في هذه المسؤولية مع شركائنا من الشرطة. هناك وحدة شرطة متكاملة هنا وعدة وحدات تعمل في هذا الصدد، وجلبنا ضباط شرطة من كل أنحاء كندا ليساعدونا في هذه المسؤولية. سيد أمري، ما هي النتائج النهائية لما حدث يوم أمس من عنف ومن مظاهرات، وقع إيقاف الكثير من الناس؟ كانت هذه مظاهرة سلمية في البداية، ثم انفصل بعض المحتجين وبدأوا في القيام بأعمال عنف وواجهوا الشرطة. وحتى هذه اللحظة تم القبض على أكثر من 480 شخص حتى هذا الصباح، وسيتم توجيه التهم إليهم، تهم مثل الاعتداء على ضباط الشرطة، التجمع غير القانوني، واستخدام أسلحة خطرة، وإلحاق الضرر بالممتلكات. هل تعرف ما هي المجموعة التي تقف وراء هذه العمليات العنف؟ ما قاموا به بالأمس هو أنهم أرسلوا رسالة بأنهم سيقوموا بارتداء اللون الأسود، وأنهم سيواجهوا الشرطة ويعطلوا الإجراءات الأمنية. هل تعرف أي شيء حول أهدافهم؟ هم يريدون تعطيل الأمن ومواجهة الشرطة، ويستمتعون كما رأينا بالأمس بإتلاف الممتلكات لإظهار نوع من الضغط ضد الشرطة. هل تتوقع مزيد من العنف اليوم؟ لا نستطيع أن نقول أننا نتوقع ذلك، ونحن مستعدون لذلك. هناك عدد كبير من أفراد الشرطة منتشر، ونراقب الموقف عن كثب. هل أخذت أي إجراءات لحماية المنطقة التي يقع فيها الاجتماع؟ بالتأكيد، منطقة وسط المدينة معزولة بالكامل، والإجراءات الأمنية مستمرة بدون أي مشاكل. ووظيفتنا هو التأكد من أنشطة القمة تسير كما هو مخطط لها، ولا يتم تعطيلها. كم تتوقع اليوم من عدد الناس الذين سيشاركون في المظاهرات بالمقارنة بأمس؟ بالأمس كان العدد 10,000 شخص، واليوم لا لسه لدي أرقام. أعلم أن هناك بعض الاحتجاجات التي جرت حول من تم القبض عليهم، وقيل أنهم تم القبض عليهم بصفة غير قانونية، ولا أعلم إذا كانت الخطط الخاصة بالتظاهرات اليوم تستير كما هو مخطط لها أم لا.
هل بدأوا المظاهرات اليوم؟ لا أعلم، ليس لدي هذه المعلومات حتى الآن، وأعتقد أن الأمور ستسير ونحن مستعدون لأي تظاهرات تجري بغض النظر عن العدد. شكرا جزيلا سيد أمري. وكذا ستتواصل أعمال القمة وستتواصل التظاهرات التي من المتوقع أن تشهد أعمالهم في جديدة، وسنواصل متابعة هذه التظاهرات وأعمال القمة في النشرات الإخبارية على الحرة. سمر إفرام، شكرا لك.